عبد علي الطاروخي. أيها السادة، نعيش الآن مع القرآن الكريم والذكر الحكيم، إذ يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، قارئ إذاعة مصر والعالم الإسلامي، وابن قرية ذرية رزنة مركز الزقازيق، يتفضل مشكورا.
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. افتح عليك يا عم الشيخ ممدوح. كده يا حبيبي.
Oh.
والعالم الإسلامي والمقيم بحرية